سرهود ستيتي، معتمرة جزائرية تجاوز عمرها 130 عاماً، قادمة من ولاية تبسة التي عاشت وتربت بها. كانت تحلم بمشاهدة الكعبة والحج قبل وفاتها، لتحقق اليوم رغبتها بعد أن تمت استضافتها لأداء الحج. مكتوب وصلنيش، الحمد لله. نبكي باش نوصلها، نبكي والحمد لله حتى وصلت الوقت هذا. وصلت يقول لي ربي استني حتى انت كبري وتوصلي الوقت هذا باش تشوف السعودية وتوصل ويكرموك هما وتتكرمي السعودية. الحمد لله على أولادها وعلى أعضاها وعلى رئيسها. حلمتها وشفت المنامة، شوف في روحي حتى من الحجرات نتاع الغيرة شفتهم في المنام قبل ما نوصل. شفت جامع حمزة قبل ما نوصل، شفت البلاد نتاعها، شفت للا عايشة في ديارها. ملامح الفرح باتت واضحة على محياها منذ وصولها رغم متاعب السفر، وذلك بعد تحقق أمنيتها التي انتظرتها أكثر من 100 عام. تكرموني وساعدوني، الله يحميهم، يحمي بلادهم ويحمي ولادهم ويحمي عضاهم، الله يحميها السعودية. كي وصلت لهنا راني فرحانة كي وصلت لهنا. شاتي حتى نموت هنا، شتيت حتى نموت عند السعودية ما نروحش البلاد، شاتي نموت عند السعودية ما نروحش. الحمد لله، والحمد لله على فضل الله، كي لقيت الرجال ولقيت الولاد فرحوا بيا، لقيت السعودية فرحة بيا، الحمد لله، نستحمد الله ونشكره. الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية كانت بمقدمة استقبالها على الأراضي السعودية، مراعاة لظروفها وعدم قدرتها على المشي. وصلتيني إن شاء الله نموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، استغفر الله وشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن شاء الله كي وصلت البقعة هذه. من مكة المكرمة، سلطان السلمي،